صباح الخير عن جديد، وانتقلنا لاخر فقراتنا هذه وموضوع جدا مهم للاشخاص يلي عندهم فرط تعرق وكثير بيشكوا من هذا الموضوع. واليوم رح نعرف شو الفرق بين التعرق الاساسي والتعرق الثانوي، وممكن يكون في فوائد لهذا التعرق وممكن اوقات ما يتم علاجه. صحيح يا عفاف، موضوع طبي كثير مهم، يمكن بنلاحظه اكثر بفصل الصيف او عند الناس يلي عندها امراض معينه بتسبب لهم فرط التعرق. هذا الموضوع كثير مزعج صراحة، بيسبب أعراض نفسية واجتماعية مزعجة للشخص. اليوم رح نعرف عن فرط التعرق طبيا، عن أسبابه وأعراضه وأبرز وأحدث طرق العلاج، مع ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والصدرية والتنظيرية. صباح الخير دكتور. صباحا. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباحا. اليوم يمكن لأي شخص عنده فرط تعرق يحس أنه هي مشكلة كتير صعبة بحياته ويعاني من هذا الموضوع، ولكن خلينا بالبداية نتعرف على فوائد هذا التعرق وشو هي الوظائف يلي بيخدمها لما يؤديها بالجسم. التعرق هي وظيفة فيزيولوجية الجسم بيقوم فيها، الخلايا العرقية والانتفاخ الماء الزائد بالجسم، بنفس الوقت بعض الشوائب مثل الصوديوم أو كذا تمام الحديث. التعرق شغلة تانية بتصير فيها غير طرح الماء الزائد، الجسم بيكيف الحرارة تبعيته منه، فبتكون الحرارة عالية، فالتعرق عم بيكون شغلة فيزيولوجية لحتى إنه يبقد الجلد تمام الحديث. هلا الفكرة إنه هي شغلة فيزيولوجية، بس نحن في يعني أحيانا بتلاقي في ناس عم تتعرق جو بارد وظرف غير ملائم، مثلا خجل أو كذا، عرفت شلون؟ فهذا هو التعرق اللي بيكون مرضي. هلا التعرق المرضي له نوعين مثل ما حكينا، يا أساسي يا ثانوي. الثانوي ممكن يكون مريض بفرط نشاط ضرق، مريض معه سكري، مرض البدانة الشديدة، عرفت شلون؟ بتلاقي عنده تعرق غير ملائم كل بوقت كذا، هذا بسبب المرض تبعته، انه يعني في حال مريض البدانة تعالج صح مثلا، فالتعرق حيختفي، هذا التعرق اللي مفرط يعني غير فيزيولوجي. الاساسي بيكون مثلا عم يتعرق بشكل غير ملائم بدون سبب مرضي، فهمت علي كيف؟ هذا اللي بيكون عم الشغل كله عليه والحكي بيكون فيه ان شاء الله. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن فرط التعرق بشكل عام وعن التعرق الاساسي والثانوي، خلينا نوضح عن الفرق بيناتهم اليوم دكتور. ما قلت لك انه الثانوي في مرض ثاني، عرفت شلون؟ يعني هو مترافق عرض لمرض ثاني. طيب اعراضه كيف ممكن يعرف الشخص انه انا عندي هذا؟ احنا عاده اي مريض بيكون معه فرط تعرق، عرفت شلون؟ مريض فرط تعرق ما بنحكي بالصيف، هو بالصيف بيكون شكله مزعج اكثر. صحيح. غالبيته بيكون بالشتاء، بتلاقي بتسلمي عليه ايده كلها مي. دائما في عند ابطك بوش دائما بتلاقي احمرار في عرق، هي اكثر المناطق تمام الحديث، وبشكل غير ملائم يعني لا دنيا لا شوب ولا كذا. بالصيف بتزيد القصه اكثر. تمام. فنحن اي مريض فرط تعرق اول شيء بنتاكد انه ما عندنا مشاكل بالدرق، نطلب وظائف درق، نطلب تحليل السكر، عرفت شلون؟ مقاومه الانسولين، كل هدول بنطلبه، عرفت كيف؟ لقينا لا انه نحن كل الامور طبيعيه، فساعتها هذا اساسي، يعني ما له سبب معين غير انه الجمله العصبيه الوديه، عرفت شلون؟ عم يعني عم تعمل بشكل زائد بشكل غير ملائم. هلا نحن متى ما شخصنا قلت لك اذا كان سنه بنبلش علاج على حسب المرضي، الاساسي بقى حسب كم منطقه عم يصير فرط تعرق، بنبلش من شغلات البسيطة للصعبة. البسيطة أول شيء نحن بنجرب نحن مركبات الكلور، شلون الكلور أو كذا، شلون هي بتعمل إنه بتنشف المنطقة منيح بشكل جيد، شلون وفعالة بشكل كبير تمام الحديث. أحيانا نحن بنلاقي لأنه مريض إنه نبض متسرع مثلا وكذا، شلون فممكن نحن نجرب مصبطات الودي، عرفت شلون؟ في كان اندغال كذا أكثر من دواء، عرفت كيف؟ كمان بخفف. هلا نحن عندنا فرط تعرق بأكثر من مكان، فنحن هون بنحكي بشغلات الجراحيه او شغلات تداخلات بالليزر او كذا، شلون؟ او فرط تعرق بمكان واحد، ساعات البوتوكس كثير ممكن يكون فعال، البوتوكس هو عباره عن زيفان بينحقن على المنطقه، كثير فعال بفرط تعرق بالقبط تمام الحديث، بالوش ممكن ياثر على تعبير الوش فما كثير بنفضله، وبالايدين احيانا بياثر على حركه الايدين، فالبوتوكس نحن اذا كان منطقه واحده قبط كذا ممكن يفيد كثير جيد، ولكن اكثر من منطقه كذا، شلون بنحكي ساعه على ساعات على العلاجات الاكثر يعني. هو نحن الشيء اللي عم نشتغل فيه اكثر شيء هو نحن خزل ودي بالتنظير، فنحن شقين صغار بكل قبط بالطرفين، عمليه عم تاخذ دائما وقت ساعه تمام الحديث، مريض عمليه يوم جراحه يوم واحد يعني بيطلع نفس اليوم بيطلع كذا، شلون كثير فعاله، عرفت شلون؟ اذا اكثر من مكان فهي بتنهي المشاكل كل شيء، تعرق بالوش بالقبطين بالايدين لحد الصغر تقريبا، عرفت علي كيف؟ ما لها مشاكل كثير وفعاله، عرفت شلون؟ وصلنا تقريبا شايفين حالات كثير كبيره، وحتى قدمنا دراسات باكثر من مؤتمر عالمي على نفس الفكره.
طيب دكتور، هي التدابير العلاجية أكيد ممكن تكون فعالة، طيب من خلال البوتوكس، أنا منعت التعرق من خلال البوتوكس أو من خلال عملية، كثير من الأشخاص ممكن يخافوا من الآثار الجانبية، يعني بالنهاية هي مسامات عم تتسكر وخصوصا تحت القبض، ممكن بعض الأشخاص كثير يخافوا من هي القصة. هلا أنت هي الفكرة، بالبوتوكس نحن البوتوكس عم يشتغل على الخلايا العرقية نفسها، تمام الحديث، فهون نحن ممكن نمكن العرق، بس الجسم طرح الماء ولا الشوارد ولا كذا كيف ممكن يصير عن طريق التنفس، ممكن يصير عن طريق اماكن اخرى، تمام الحديث. بالعمليه الخزل الودي نحن الخلايا ما قدمنا عليها، الخلايا العرقيه شغاله لساتها موجوده، يعني اذا واحد عمل جهد كثير او كان في حد ضل عم يشتغل الخلايا العرقيه، شلون؟ نحن عم نمنع الاشاره العصبيه اللي عم تيجي لها انها تفرز بشكل غير ملائم، فبالخزل الودي ما قسمنا على الخلايا العرقيه، ما وقفناها، بضل في تعرق اذا واحد بذل جهد كبير او كذا، عرفت كيف؟ ولكن هالتعرق اللي عم يكون غير ملائم بوقت غير مناسب، كمية كتير كخزيرة شلون خي خلصنا منها شلون، بس ما وقفنا. هلا كفكرة الجسم بكيف حاله حاله، فما في انه والله انه يعني انه خلص وقفنا هون وخلص سكرت كل القصص، يعني تسكير هاي المنطقة ما بتسكر. هلا البوتوكس بتتسكر مسامات العرق، يعني عم بشلها البوتوكس شلون، بينما بخزر الودي ما بتأثر على الخلايا العرقية، بضل شغالة فيها تنظيم ذات يعني، بس ما انه تفرز بشكل غير ملائم، هي اللي خلصنا منها. هاي الفرق بيناتهم. هلا في شيء عندك جديد هلا طالع شلون، انه العلاج بالامواج الراديويه شلون يعني بتحدد المنطقه بشكل دقيق على التوقع المحوري كذا شلون، بتوجه الى موجات مفروض التوتر شلون، كما ممكن تعمل يعني شيء شبيه بخزر الودي شلون، فكمان فعاله، عرفت علي شلون. هلا نحن قلت لك يعني المريض بندرس من الطبيب الجلديه مع طبيب الجراحه الصدر، تمام الحديث، ندرس بشكل جيد عرفت شلون، ويتقرر انه بده بوتوكس، انه بده جراحه، انه واحد ممكن يمشي حاله على المركبات الموضعيه بما انه التكلور او كذا شلون، وانه بيحتاج مثلا دواء، بده ندرس بشكل جيد، واهم شيء انه المريض يتقيم حاله الغديه من ما في سكري، ما في درق قزاني، انه بتعالجوا خلاص ما في داعي لشيء ثاني. طيب دكتور، خلينا نرجع شوي لأسباب هذا المرض. يوم كلنا بنعرف أهمية الفيتامينات لصحة أجسامنا، بنسمع كثير أنه إذا كان في نقص بفيتامين د أو فيتامين ب 12 ممكن يسبب فرط التعرق، شو صحة هذا؟ ما لا، فيتامين د هو يعني أسباب الجسم كله استقلابه كله شلون، فيتامين د ب 12 هو تأثيره عصبي شلون، ما في نقص أو كذا شلون، هي مش ما علاقة بالفيتامينات بقدر ما لها علاقة شلون شلون، أنه جملة ودية في ناس بتكون يعني هي جملة ودية الله خالق ابشر، انه حالات الدفاع كذا شلون، يعني كل شغلات بدها جهد بدها بتحفز الجسم، في ناس بيكون عندهم تحفيز زايد، هي خلقه يعني ما كلمة اساسي ما لها سبب، يعني شلون ما في سبب ماضي واضح انه تقول، فهي اساسي شلون، تمام. لو بيكون في سبب بالعكس شغله جيده، نحن يعني ما بنكد راسنا على بوتوكس او عمليه كذا شلون، اذا ما عملنا كل هالتحاليل وشفنا كل الحاله شلون ما بنقرر علاج، عرفت علي كيف؟ فنحن دراسه الحاله صح وضع الاسباب الصحيح بخلي الواحد انه خلص يعني اخذ نتيجه مرضيه ان شاء الله تعالى، وبنفس الوقت عرفت كيف اقل مشاكل بشكل يعني عام. يعني احنا بالنهايه اي نعم اشتغل تنظير، بس بالنهايه انت يعني فايت على الصدر بالخزل بالبوتوكس كمان نفس القصه، البوتوكس انت عم تحقني ماده، الماده البوتوكس هو بالنهايه هو يعني زيفان، هو سم انت عم تحقي تركيز معينه بمنطقه معينه شلون، في له فائده البوتوكس، نعرف الفوائد بالشقيقه احيانا بالقلص المرئي الحجابي شلون، احيانا بالشقوق الشرجيه، وكهيك كمان فرط التعرق شلون، له قصه طلبات معينه شلون بتنحط بايد خبيره شلون، بس اهم نقطه مثل ما قلت لك هيك حالات انه تندرس بشكل مشترك، ما في شيء هلا انه واحد انا باخذ قرار لحالي انا هيك بسوي انا هيك بسوي، كثير مفضل اجوا عندهم بدهم عمليات، لا روح اجوا عند دكتور جلديه ساوي شو اسمه بوتوكس خلص ما في داعي، او خذ هالدواء، يعني بده تعاون، مو انه والله واحد خلص انا ما بشتغل هالشغله، لكل موضع بيشتغل نفس القصه، في ناس بتحتاج بوتوكس، في ناس بتحتاج دواء، في ناس تحتاج موضعي، في ناس تاخذها ودي، ونحن الامواج هي العاليه التواتر يعني بتمنى توفر عنا شلون ان شاء الله تعالى، حتى بتوفر كثير انه يعني رغم انه تنظيف فايتين وثقوب صغيره شلون، حتى موفر هالشغله ان شاء الله على المفضل. طيب دكتور، ممكن اشخاص عندهم فرط تعرق زايد فبيجوا بيحقنوا اكثر من منطقه عندهم، ان كان كف الايدين والوش والقبض وكثير مناطق، تسكير هي المناطق كلها وحقنا ما ممكن انه كمان ياذي الجسم ويكون له اثار؟ بياذي كثير، بكيف الجسم حاله بحاله، بس نحن عاده يعني انت الاستطباب اللي عم تحطيه هو يعني طب العرق بعدين من وين بده يعني العرق بيطلع بيطلع اماكن ثانيه شلون؟ بعدين انت قسم كبير من الماء الزايد بنطيح عن طريق الكليتين وعن طريق الرئتين، يعني الجلد له دور بتنظيم السوائل
الزوائد والشوائد. يعني بيقدر الشخص يسكر. بتكيف طبعا، بس احنا الفكره هو الاصطلاح هيك انت عطيتيه غلط. يعني احنا هلا عم نحكي انه اكثر منطقه ما في داعي تعمل بوتوكس، اكثر منطقه بتعمل خزع ودي، ما في داعي انه بسكر اكثر منطقه. بوتوكس فعال بمنطقه منطقتين أبط كذا شلون، بس اما وش ايدين كذا اكثر منطقه لا، يعني خلاص يعني شو يصير واحد انه مو يعرف شلون. قلت لك الاساس انه تندرس الحاله وتتعامل مع اكثر من شخص، يعني دكتور جلديه، دكتور الغدد، دكتور جراحه الصدر، اكثر من واحد لحتى يوصلوا قاف صح. هذا بده هيك، هذا بده هيك، هذا بده هيك، شلون حسب الاسباب تمشي الامور ان شاء الله تعالى. تمام. اليوم دكتور يمكن للاسف نلاحظ في كثير استهتار من الناس بهذا الموضوع، بيقول لك انه عادي موضوع التعرق شيء طبيعي، انا ماني بحاجه لحتى اروح لعند الدكتور. قد ايه هذا الشيء غلط، وايمت ممكن يكون فعلا الامر طبيعي ام لا هو خطير وبحاجه نحن انه نتوجه للطبيب؟ لا مو غلط، بقول لك المزيد. نحن الفكره الاساسيه فرط التعرق اساسا يعني هي مشكله حرج اجتماعي نفسي اكثر من انه والله يعني انه بس انه شيء ضر اجباري. طبعا حديث الفكره انا جيت على البلد يعني 2008، فانا متوقع انه حالات عند النساء اكثر وكذا شلون. مفاجاه انه بالدراسة اشتغلناها تقريبا 1100 حاله شلون، تقريبا الذكور قد الاناث شلون، وكثير ناس عم تعاني شلون، وكثير ناس مثلا بتجيك مثلا عم يدرس هندسه والله اديتك الاختصاص والله ما بيقدر يفصل كل ما صحيح. عم تفشي ايديه مثلا، او واحد او وحده دائما ماسك محرم كل ما بيسلم حدا بيدش في ايده كذا، يعني مشكله كثير محرجه شلون. هلا كثير ناس ما كانت تعرف انه في حل. طبعا حكي هلا حاليا على وسائل التواصل وصار في توعيه وكذا شلون، فصار انه في تواتر اكثر تركض الناس انه تلاقي حل شلون. انا عندي ليش نضل معاني في طول الوقت، عرفت كيف؟ اشتغلنا مفضى اطفال من عمر 8 سنين لحديت مفضى 50 سنه، عرفت شلون؟ فكله يعني ما في عمر معين، عرفت شلون؟ انه واقف ما بدنا نشتغل، عرفت شلون؟ بالدراسات موجود من 8 سنين 9 سنين 7 سنين ممكن تشتغل لحد 50 سنه تقريبا، تمام؟ فالفكره انه في حل، بالحل دكتور جلديه كاجي دكتور جلديه يعني خزع ودي ما بنحكي فيه نحن اخر الطب الكيه، مو دائما عم نحكي فيه. احنا صدفت انه يعني الناس على الوعي كذا شلون عم يتحول من اكثر من طبيب كذا شلون، فانا عرفان شو الترتيب تبعيته منها شلون. فصار عندي دراسه كبيره، عندي كميه، بس هي كثير شغلات تنحل. ممكن انا متنتك شغلات كثير بسيطه، يعني دواء حب مثلا، ممكن مرهم، هذول الموضوعيات عرفت شلون، او بوتوكس اذا كان منطقه او منطقتين شلون. اخر الطب الكي اذا لا اكثر من منطقه او اكثر من شلون، او والله انا اخي ما بدي كل 6 اشهر احقن بوتوكس كذا، فممكن ساعتها بنحكي بخزل ودي، عرفت علي كيف؟ طبعا. الفكره انه نحن يعني يفهم المريض، هي رساله بس يعرف شلون، نحن هالمشكله في لها حل، الحل 1 2 3 4 اكثر من حل، عرفت شلون؟ بنتنقى حسب حالتك، حسب التحاليل تبعيت منك، حسب انت شو رغبان او انت شو رغبانه. اكيد بالختام دكتور بدنا نتمنى السلامه للجميع، وياخذوا حذرهم من اي تدبير علاجي قبل ما يشوفوا عده اخصائيين ويثنوا على هذا القرار. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اكيد بالختام الدكتور احمد نسيب عرقسوسي استشاري الاجراحه العامه والصدريه والتنظيريه، شكرا لك دكتور ولوجودك معنا لليوم. تسلمي. اهلا وسهلا.